إذا شجعك أن الروح يريد لله في هذه اللحظة، الروح يريد لله، الرب يريد أن يشفي أمراضك، بارك يا نفسك، الرب يريد أن يشفي أمراضك، هللويا. أي شخص دخل إلى هذا الاجتماع مريض في هذا الزمن، ارفع إيدك معي، استقبل شفاء في هذه اللحظة، عن إيمان ببساطة الرب يبني معجزات في هذا الاجتماع باسم الله يسوع. الرب الشافي في وسطنا في هذا الاجتماع، يهوى الرافع، يهوى الرافع، يهوى الرافع. هل تؤمن ان الرب الشافي هنا؟ ارفع ايدك العالي، بس ارفع ايدك امام الرب، حط عينك على الرب في هذه اللحظات، قول انت هنا عشان تشفيني. عيش شجاع، هللويا، معجزات الشفاء في العهد الجديد تمت في بساطة شديدة. كيف ان الرب ما كانش في تسبيح وما كانش في جو روحي وما كانش في، بس كان في يسوع. بطرس عندما اقام وأعرج عند باب الجميل لم يكن هناك تسبيح، لم يكن هناك امور مشجعة، بس كان في بطرس اللي عارف ميراثه في الرب، قال له ليس لي فضة ولا ذهب والذي لي فإياك أعطي باسم الرب يسوع المسيح الناصري، قم وامشي. ارفع ايدك عالي يا رب، انا اريدك ان تلمسني في هذا الاجتماع باسم الرب يسوع، اريدك ان تلمسني في هذا الاجتماع يا رب، من يدك الشفاء وتقرا انه عجائب هنا في هذه الليله باسم الرب يسوع. اشخاص دخلوا تعبانين شادين يمشوا شادين يتحركوا، اشخاص دخلوا مشجعين اشخاص الشفاء الان باسم الرب يسوع. قال لهم الازم الايمان باسمه، هللويا، الازم الايمان باسمه، تحرك هذا الرجل نشا يسوع. الله رحمة روح الفشل، الروح المحبة والقوة والعزة.
أدنى أن هو الرب دعاني ولأني أرى الرب. أدنى ما وقال لي اتبعني فأتبع الرب بكل قلبي. مرة ثانية فعيدة كل رب معك رب بكل قلبي. هللويا. أدنى ما الرب دعاني لكي أتبعه. مرة ذاك اتبعني كلمة واحدة ترك كل شيء وتبعه. هللويا. Oh,
نرى إلا أنت يا رب في مشيئتك. تشدد لأن أنا أراك أنت يا رب. أنا بصلي تفتح العيون في هذا الاجتماع لكي نراك أنت يا رب ولا نرى سواك. لا نرى آخر في اسم الرب يسوع. لا نرى إلا يسوع ولا يروا إلا يسوع وحده. نراك أنت يا رب فنمضي متشددين متشجعين. لم يرى بطرس إلا يسوع وحده في المشهد وهو أمام الأعرج عند باب الجميل. لم يرى إلا يسوع وحده. قال لو الذي لي فإياك أعطي، ما عنديش حاجة تاني. اسم يسوع المسيح النصير الأغلى من الفضة والذهب اللي بيغير الحياة. هللويا الذي يغير شكل الحياة. أعظمك لأنك تصنع أبطال يا رب في هذا الاجتماع. غير شكل الحياة في اسم الرب يسوع. الحواس الطبيعية شغالة أكتر من الروح، شغالة أكتر من القلب. فعايز أشجع أي حد بيخدم في الاجتماع ده في الكنيسة دي، مش عارف كنت الكلام ده قبل كده بس مش عارف تاني. إذا أتيت إلى الاجتماع في يوم، إذا جيت للكنيسة في يوم ولقيت العدد قليل زي النهاردة، رنم هذه الكلمات: ثابت قلبي، ثابت قلبي. لأنك مش بترنم لأنك شايف بعينيك عدد، بترنم لأنه ثابت قلبك. بترنم وفي هذه اللحظات وفي هذه الأوقات أستطيع أن ترنم هذه الترنيمة: استيقظي أيتها الرباب والعود.
ده هنا داود بيعمل ايه؟ داود بيحاول ينبه روحه، بيحاول ينبه الادوات بتاعته والالات الموسيقيه بتاعته ان تستيقظ لكي يسبح للرب. داود هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول انا اسلك بالروح، انا لا اسلك بالعيان، ثابت قلبي يا الله. والعلامه ان انا لا اسلك بالعيان، خلي بالك هذه كلمات هامه، العلامه هنا اني لا اسلك بالعيان، العلامه هنا ان قلبي ثابت هي ان انا بعمل ايه؟ بغني وارنم، اغني وارنم. فعايز اشجعك لما تدخل الاجتماع في مرات، او مش بس العدد، لكن لما تبقى جاي الاجتماع وعندك حاجات متقلاك وعندك، قف امام الرب وقول له يا رب انا اريد ثبات في قلبي لكي اغني لكي ارنم. وانت بتغني وانت بترنم امور كثيره جدا تتغير. اريد ان اشجعك انه في مرات لما تيجي الاجتماع وتبتدي تغني وتبتدي ترنم، هنا في ظاهره جميله هي. حد بيعلم في الكتاب المقدس وبيكتب هللويا، مين يقول معايا هللويا؟ هذه ظاهره تستحق التسجيل. لما بتيجي الاجتماع ومعاك كتابك وتبحث عن الرب وداخل الاجتماع ومش فارق معاك اللي بيحصل حواليك، تتقابل مع الرب مقابله حقيقيه، ثابت قلبي. ثابت قلبي يعني بتحرك في وسط الظروف ايا كانت الظروف عامله ازاي، ثابت قلبي يعني باجي الاجتماع ايا كان الاجتماع عامل ازاي، ثابت قلبي يعني انا واقف قدام الرب، كل المدخلات اللي انا بتاثر بيها جايه من عند الرب مش جايه من الاجتماع، مش جايه من العيان اللي حواليا، مش جايه من الاشخاص اللي بيخدموا معايا ويمكن عملوا لي احباط في وقت من الاوقات، مش جايه من امور انا مستني انها تتغير وهذه الامور واخده وقت في التغيير. التشجيع اللي جوايا جاي من عند الرب، شجع تاني قوة في داخلي، شجع تاني، شجع تاني. قول له يا رب أنا عايز أتشجع. قول له يا رب أنا أريد إنه اللي يشجعني ما يبقاش جاي من العيان. اللي بيتشجع بالعيان بيحبط بالعيان، صح؟ ولا إيه الأخبار؟ اللي بيتشجع بالعيان بيحبط بالعيان، واللي بيتشجع بالرب مش بيحبط. تقدر تقول اللي جنبك كده، اللي بيتشجع بالرب مش بيحبط. قول اللي وراك مش حد جنبك، اللي بيتشجع بالرب مش بيحبط. اللي ثابت في الرب مش بيحبط. اللي جاي يقابل الرب ما بيفرقش معاه المنظر عامل ازاي. اللي جاي يقابل الرب هيقف قدام الرب، هيغني للرب، هيصفق للرب، هيرفع ايديه قدام الرب، هيطلق نفسه قدام الرب، لانه عارف كويس انه واقف في محضر ملك الملوك ورب الارباب، اللي يستطيع انه يمد يده النهارده بالشفاء حتى لو في واحد بس في هذا الاجتماع. هل تؤمن؟ كثير منكم سمعني بحكي عن هذا الشخص، ويمكن حكيت لكم هنا في الاجتماع ده اكتر من مره عن هذا الشخص اللي كان بيذهب الى اجتماع لسنين وسنين وسنين، والاجتماع ده لما بيبقى فيه نهضه بيبقى فيه 5 انفار. اعتقد معظمكم سمعني بحكي عن الشخص ده، 5 انفار. بس هو هذا الشخص ياما دخلت عليه الاجتماع لقيته واقف لوحده في حضور الرب، رفع ايده ودموعه نازله وبيضحك وبيرقص كل حاجه اكنه في نهضه فيها 500 واحد. انا هفضل احكي لكم الحكايه دي كل لما اجي لكم لغايه لما يبقى في نهضه فيها 500 واحد عاملين زي هذا الاخ، امين. فليه هذا الشخص انا وقف سنين و20 سنه مثلا في هذا الاجتماع؟ مين اللي ادى هذا الشخص هذه الطاقه؟ جاب منين هذا الشخص هذه الطاقه لكي يقف في اجتماع يقول لك لما يبقى في نهضه يبقى في 5 انفار؟ جاب منين هذه الطاقه؟ اتى بها من عند الرب. ليه؟ لانه وتشوفوا احب جدا جدا منظر هذا الشخص وهو رايح الاجتماع، ساكن قريب من الكنيسه، وساعات اشوفه وهو داخل الكنيسه، يعني ابقى باصص من البلكونه فاشوفه تلاقيه بيجري اكنه رايح اجتماع اديتك مليانه ورايح عشان يلحق اخر مكان في الاجتماع. هو اصلا انت لو دخلت الكنيسه تلاقي دي كلها فاضيه. انا بحكي لكم عن شخص حقيقي، يعني مش عن شخص حقيقي. تلاقيه بيمد 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 وممكن يبقى عرقان مثلا او في الصيف وكده وداخل وكانه رايح يلحق اخر مكان في الكنيسه. ارفع ايدك كده قول يا رب انا اريد اشتعال حقيقي في قلبي في اسم الرب يسوع. الاشتعال لا ياتي الا عندما انظر الى الرب، الاشتعال لا ياتي الا لما يحصل فعلا تماس حقيقي ما بيني وما بين الرب. وانا جاي الاجتماع مش فارق معايا اي حاجه غير اني اقابل الرب. ارفع ايدك تاني قول يا رب انا عايز اشتعال حقيقي في اسم يسوع. يا روح الله انا بصلي لاجل نيران حقيقيه في اسم الرب يسوع. هكذا يصنع الابطال، هكذا يصنع الابطال. الابطال مش بيتعلموا في الزحمه، في ابطال بيتعملوا بالزقف الزحمه بالتاكيد، بس في مصانع للابطال في وسط اجتماعات صغيره، والرب يريد انه ينعش هذه الاجتماعات عشان يطلع منها ابطال، امين.
كم واحدة تقول للرب النهاردة بما إنه الأخوات واقفين طول الوقت بتاع التسبيح، كم واحدة تقول للرب النهاردة يا رب اعمل مني بطلة في اسم يسوع؟ أمين؟ طب كم واحد يقول للرب النهاردة؟ قول يا رب اعمل مني بطلة، اعمل مني بطلة. يا رب أنا 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 باجي هذا الاجتماع لكي أتقابل معك، أخرج بتشجع. عندما يصنع الرب أمر حقيقي في داخلك سيجتذب بك الرب نفوس. عندما يصنع الرب أمر حقيقي في داخلك سيجتذب بك الرب نفوس. أمين؟ يعني ايه؟ يعني لما الرب يشعلك بالروح هتلاقي جارتك وهتلاقي جارك وهتلاقي الشخص اللي بيشتغل معاك في الشغل وهتلاقي بيقول لك انا انت عامل ليه كده؟ انا عايز اروح الاجتماع انت بتروحه. امين؟ انا عايز فين الاجتماع اللي انت بتحضره؟ فين الاجتماع اللي انت بتروحه؟ ارفع ايدك قول يا رب اسمع فيا بالروح القدس لكي اكون جاذبا للنفوس في اسم الرب يسوع. اسمع يا رب فينا، اصلي هذه الصلاه كده بكل قلبك، اصنع فيا يا رب بالروح القدس لكي اكون جاذبا للنفوس في اسم الرب يسوع. فالنفوس تفتش كده لما يشوفوني ممتلئ بالروح يقولوا لي فين الاجتماع اللي انت بتحضره؟ فين؟ احنا عايزين نيجي عشان نبقى عاملين زيك، احنا عايزين نيجي عشان نشتعل بالروح. امين؟ اطلب من الرب، الرب موجود في وسطنا. الشهر اللي فات كان لينا فرصه في ثلاث اجتماعات متتالية تكلمنا فيها عن العبور. عايز أكمل كلام النهاردة عن نفس الأمر، عن العبور، وهاخد ثلاث شواهد من العهد الجديد، كل شاهد دقائق قليلة، خمس دقائق ولا حاجة. يعني إيه عبور عشان حد ما كانش موجود معانا المرات اللي فاتت؟ يعني أنت في منطقة روحية معينة أو أنت في مستوى معين مع الرب، الرب بيقدم لك دعوة في هذه الاجتماعات لكي تعبر إلى منطقة روحية مختلفة. أمين؟ اتكلمنا كتير عن أساس العبور، واتكلمنا عن حاجات كتير أوي مش هقدر ألخصها، بس لأني عايز أدخل على طول على موضوع بتاع النهاردة. بس نفسي ده يلمع جواك، لو أنت عايشة في مستوى معين مع الرب في دعوة في هذه الأيام إنك تتنقل لمستوى أعلى. أمين؟ مين يقول أمين؟ في دعوة كده. لو انت التشجيع عندك بيقف عند حته معينه بتبقى متشجعه او بتبقى متشجع، بس لما بيحصل حاجه معينه تقول اه لما هذا الامر بيحدث بفقد التشجيع بتاعي. الرب النهارده والوقت ده يقدم ليك دعوه ان انت تتنقل لمرحله ثانيه، حتى لو في امور بتحصل انت بتحبط بسببها، تحدث هذه الامور ولا تحبط. تقول لي ده يحصل ازاي؟ اقول لك عندما تنتقل الى بعد اخر مع الرب، تعبر الى بعد اخر مع الرب. امين؟ باخد ثلاث مشاهد من العهد الجديد من اعمال الرسل تحديدا. ثلاث مشاهد دول فيهم عبور، والثلاث مشاهد دول فيهم مفاتيح للعبور. فانا عايز بس احط كده سبوت على هذا العبور، والثلاث مشاهد فيهم عبور للفوق طبيعي. وعشان كده لو عايز تحط عنوان لهذه العظه عبور الى الحياه الفوق طبيعيه. هل تعلم ان الرب يريدنا ان نحيا حياه فوق طبيعيه؟ هذه مشيئه الله. مفيش اي حاجه تخلينا نتكلم عن مفاتيح للعبور الى هذه الحياه لو ما كانش الرب داعينا لهذه الحياه. مفيش اي حاجه. يعني انا الحياه فوق طبيعيه في حد ذاتها لا تلفت نظري. ونسي تفهم الكلمات دي كويس. الايات والعجائب الحياه الطبيعيه في حد ذاتها ليست هدف، لكن ليه اتكلم عنها وليه اهتم بدراستها؟ لان الرب دعاني ان احياها. فاهمين؟ يعني لو الرب لم يدعوني لهذه الحياه لم يدعوك لهذه الحياه لم يدعوك لهذه الحياه ولا يفرق معانا. احنا لا نحب الفوق طبيعي لانه فوق طبيعي، فعايزين نغير. يعني فاهمين؟ انا نفسي ده يبقى واضح جدا جدا في ذهنك وذهنك، انه لماذا نتكلم عن الانتقال الى بعد فوق طبيعي؟ لان الرب دعانا ان نحيا في هذا البعد، ليس لاننا نحب الفوق طبيعي، او ليس لاننا نحب الفوق طبيعي، لانه الرب دعانا ان احنا نعيش هذه الحياه. الفرق ما بين المؤمن اللي ماشي بيدور على الايات والعجائب والمؤمن اللي ماشي والايات والعجائب بتتبعه. فاهم الفرق ما بين الاثنين؟ الطبيعي انه هذه الايات ايه؟ تتبع المؤمنين. فخلي بالك الفوكس اللي انا وانت مدعوين ليه مش ان احنا نقعد ندور على الفوق طبيعي ولا لا، الفوكس ان احنا ندور على الرب يسوع. وانا بدور على الرب يسوع يعلمني الكتاب اني ساحيا في مستوى فوق طبيعي عشان كده بنتعلم عنه. امين؟ لا، لازم ده يبقى منور جدا جدا جواك، أن الهدف ليس الأمور الفائقة، ليس الأمور اللي بتلفت نظر الناس، ليس الأمور هذه كلها ستحدث باسم الرب يسوع، بس ستحدث كنتيجة. أمين؟ عشان كده احنا هناخد في الثلاث قصص اللي احنا هندرسها دي مفاتيح. هذه المفاتيح بتنقلك للحياة الفوق طبيعية أوتوماتيك، وتكتشف أن هذه المفاتيح مرتبطة بما يحدث داخلك.
يعني في لازم يحصل جواك تشكيل وتغيير علشان يحصل هذا الانتقال للفوق طبيعي. لماذا اريد ان انتقل للفوق طبيعي؟ لكي اتمم دعوتي التي دعاني اليها الرب. عايز اتنقل للفوق طبيعي، عايز اعيش في الفوق طبيعي عشان اتم الدعوه اللي دعاني اليها الرب. امين. طب ممكن بعد الوعظه بعد الوعظه اعمال الرسل اصحاح 10 هاخد بطرس وهاخد فيلبس وهاخد بولس، ثلاث قصص سريعه. اعمال الرسل 10 وبدأ من عدد واحد. وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقال له يا كورنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. والآن أرسل إلى يافا رجال واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباب بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كورنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمون وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6 فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءه عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلعة على الأرض، كان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. وبطرس شايف قدامه هنا ايه؟ حيوانات نجسة بلغة العهد الجديد. فصوت قال له ايه؟ قوم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس بيتناقش مع الرب بيقول له ايه؟ كلا يا رب، لاني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا. فصار اليه ايضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه. فاهمين القصة؟ يعني هنا بطرس ايه؟ طلع على السطح وبيصلي وهم بيجهزوا اكل تحت، فوقعت عليه غيبة. فشاف في هذه الغيبة ملاية نازلة، وفي هذه الملاية من كل الدواب ومن كل الطيور ومن كل الزحافات، وفي وسط الحاجات دي كلها في حيوانات نجسة. يعني ايه حيوانات نجسة؟ يعني حيوانات حرم العهد القديم اكلها. فبطرس هنا الرب بيقول له يلا يا بطرس قوم وكل من هذه الحيوانات. فبطرس الرب اللي بيقول له، بس بطرس واقف كده وقال له لا يا رب، انت مش واخد بالك من حاجه، الحيوانات دي فيها ايه؟ فيها حاجات نجسه، انا ما ينفعش اكل الحاجات دي. ويبدا الرب بقى ايه، عايز يدي بطرس درس. لازم يحصل تغيير بداخل بطرس. ليه؟ لان الرب يريد ان ينقل بطرس الى بعد فوق طبيعي بعد شويه، زي ما انتوا هتشوفوا، زي ما هنشوفوا احنا بنقرا هذه الكلمات. فيقول كده: صار اليه ايضا صوت ثانيه: ما طهره الله لا تدنسه انت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤية التي رآها، إذ الرجال الذين أرسلوا من قبل كورنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان قد وقفوا على الباب نادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك. بينما بطرس متفكر في الرؤية قال له الروح: هوذا ثلاث رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كورنيليوس وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كورنيليوس قائد 100، يعني رجل أممي، رجل بار وخائف الله ومشهود له من كل أمة اليهود. أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوا.
في الغد بقى في عدد 24 دخلوا قيصرية، أما كرنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسداؤه أصدقاءه الأقربين. لما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقام بطرس قائلا: قم أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين. بعدين بدأوا يحكوا البعض الحكاية. عايز أنقل بيك على عدد 34. هنا بطرس بدأ يعظ. ليه؟ عايز يوريهم الطريق الصحيح المسيح. ففتح بطرس له وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. وبدأ يوعظ هذه الوعظة اللي استمر حتى عدد 43. عدد 44، وهذا هو الفائق الطبيعي في هذا المشهد. وخلي بالك بقى، بطرس هو بيوعظ اللي حصل. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، بيوعظ عادي، ودول ايه؟ امميين. يعني ايه امميين؟ يعني مش يهود، ومش متوقع بالنسبة لأي يهودي أن الأمميين دول يحصل معاهم زي ما حصل مع اليهود. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حصل إيه بقى؟ حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان، كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة يعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ أمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوا أن يمكث أياما. بص بطرس بعد كده بيحكي اللي حصل في أصحاح 11، أريد أن أقرأه برضو معاك. بطرس بيحكي في أصحاح 11 وعدد 15 ايه اللي حصل في بيت كرنيليوس. بيقول: فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم، كما علينا ايضا في ايه؟ عارفين يعني ايه كما علينا ايضا في البداية؟ يعني زي ما حل امتى؟ في يوم الخمسين. في يوم الخمسين يعني ايه؟ يعني بطرس بيقول كده، بيقول وانا بتكلم فكيف في يوم الخمسين ايه اللي حصل؟ في بقى صوت كان جنوب ريح عاصف وألسنة من النار استقرت، وبدأوا يتكلموا بألسنة جميعا وتعمدوا بالروح وامتلأوا بالروح القدس. بطرس وهو بيتكلم لأمميين، يعني ايه أمميين؟ ما شافوش الكلام ده خالص قبل كده. وانتبه لهذا عشان تعرف ليه بقولك هنا حصل انتقال لبعد فوق طبيعي. فهنا بطرس بيتكلم معاهم، هم لم يروا هذه الأمور من قبل، بس هو بطرس بيتكلم. ايه اللي حصل؟ خلي بالك انه ده اللي الرب عايز يعمله معاك في مرات كثيرة انت تسمع الوعظ. وهو بطرس بيتكلم ويبشرهم بالرب يسوع، وبيتكلم زي الرب أتى وصلب لأجلهم مات لأجلهم وقام. وهو بيتكلم الكلمات بتاعة بطرس دي كانت تحمل فيها موجات الروح القدس. اللي وهو بيتكلم هؤلاء الأشخاص فجأة لقوا بيحصل حاجة جواهم ما شعروش بيها قبل كده، وأفواههم فتحت وبدأوا يعملوا إيه؟ يتكلمون بألسنة أخرى، ما سمعوش حد بيتكلم بألسنة قبل كده. ده ايه اللي حصل هنا؟ ده مش واحد مسك واحد وقعد بقى يهز فيه ويقول له قول ورايا ومش عارف ايه، وما حصلش كده. وما حصل ايه؟ في قوه حصلت في الاجتماع، انتقل الاجتماع فجاه من بعد طبيعي الى بعد فوق طبيعي. وفي هذا البعد الفوق طبيعي الاشخاص اللي في البيت ده من اولهم لاخرهم امتلأوا بالروح القدس. وده معناه انهم امتلأوا بالروح القدس بديهيا، معناه ان هم اتولدوا بالروح، صح؟ انت لازم عشان تمتلئ بالروح، عشان تاخد اختبار اخر في الحياه الروحيه، لابد ان تولد بالروح، لابد ان تجدد في الاول. فالاشخاص دول هم وهم بطرس بيتكلم اتجددوا وحصل لهم ايه؟ وامتلئوا بالروح القدس. بس لكي يحدث هذا الامر الفوق طبيعي، هنا في انتقال من، قلت لك كل مشهد احط لك سبوت على الامر الفوق طبيعي اللي حصل وهقول لك الطريق ايه. هنا حصل ايه؟ انتقال للفوق طبيعي. هل تشتاق الى اجتماعات؟ ارفع ايدك العالي. هل تشتاق الى اجتماعات يحدث فيها هذا الانتقال؟ اثناء الوعظ باسم الرب يسوع الاجتماع يتنقل من مستوى الى مستوى اخر، اثناء التسبيح الاجتماع يتنقل من مستوى الى مستوى اخر، اثناء العزف الاجتماع يتنقل من مستوى الى مستوى اخر. هذا هو حدث. وبطرس نفسه اتفاجئ، يعني بطرس ما كانش متوقع انه ده يحصل، لكنه فوجئ ازاي وهو بيقول كده. وانا بوعظ وانا لما ابتدات اتكلم، يعني حتى مش لما اطول في الكلام، لما ابتدات اتكلم ايه اللي حصل؟ حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءه. ويقول كده في عدد 16 عشان يوضح اكتر: فتذكرت كلام الرب كيف قال: ان يوحنا عمد بماء واما انتم فايه؟
ستعمدون بالروح القدس. ما هو المفتاح الذي أدى إلى انتقال الاجتماع ده وانتقال بطرس في الليلة دي من الطبيعي اللي فوق الطبيعي؟ المفتاح، لا، في قبل حلول الروح القدس. المفتاح حدث بداخل بطرس أولا. يعني تخيلوا لو كان بطرس طلع على السطوح والرب وراه هذه الملاءه، وبعدين بطرس كده راح قعد يتناقش مع الرب كده وقال له: رب بص، انا بحب كلامك وبحترم كلامك، بس دي حاجات نجسه انا ما ينفعش اكلها. او لما جم هؤلاء الرجال قال له: ايه ده رب، دول امميين، انا ما ينفعش اروح اوعظهم. ليه يا بطرس ما ينفعش تروح توعظهم؟ دول امميين. انتوا عارفين ان بطرس عشان يدخل بيت كرنيليوس عند اليهود اكنه بيكسر قانون، ده بينجس نفسه. يعني بطرس بس عشان يدخل البيت عشان يستقبلهم في بيته، يعني بطرس في الاول استقبلهم في بيته، وبعد كده بطرس ذهب معهم ودخل الى بيت كرنيليوس. ولما تقرا بعد كده يقول لك بطرس قضى عند كرنيليوس كذا يوم بعد كده، يعني بيت عند كرنيليوس. اللي بطرس عمله ده لو بالتقليد اليهودي في هذا الوقت وبامور من العهد القديم في هذا الوقت، اللي بطرس عمله ده يحسبه نجس. يعني الناس ما بتعملش مع بطرس، يقولوا بطرس روح قدم ذبيحه بالفهم اليهودي. ليه؟ انت نجست نفسك. بس بص هنا، بطرس الرب بيعمل بداخله تغيير حقيقي وفهم حقيقي واتساع حقيقي عشان ينقل الاجتماع اللي بطرس رايح يوعظ فيه من مستوى طبيعي لمستوى فوق طبيعي. تقول لي ده يحصل ازاي في حياتي؟ اقول لك يوجد امور في حياتك انت متمسك بها وشاعر انه هو ده الصح، هو ده اللي انا اتعلمته، هو ده اللي قاله لي مش عارف وانا صغير، هو ده اللي انا اتربيت عليه، هو ده. والرب بيقول لك اذا لم تفتح واذا لم تدع هذه الحلول تسقط عند اقدام الرب، مش هتعرف تتنقل للمستوى فوق طبيعي. امين. انا نفسي ارفع ايدك كده اقول: يا رب انا امامك بكل امور جوايا انا ماسك فيها او انا ماسكه فيها. ممكن يبقى اللي جواك ده فكره عن اشخاص، ممكن يبقى اللي جواكي ده فكرة عن أشخاص يمكن بتخدم معاهم أو يمكن بتعرفهم أو تعرفيهم حتى معرفة كده على ماشي، بس إيه ما تكون انطباع معين عن هؤلاء الأشخاص. والرب يريد أن يستخدمك مع هؤلاء الأشخاص، والرب عايز ينقلك من الطبيعي للفوق طبيعي. أحد المفاتيح، مش عارف تذكرت ده وأنا أفكر النهاردة في هذه العظة، عارفين أحد المفاتيح اللي بتعمل نهضات في بلاد كتيره قوي قوي قوي، انه الكنيسه دي اللي هي احنا، انه الكنيسه تبتدي تتعامل مع الناس اللي بره اللي هم ما لهمش علاقه خالص بالكنيسه وما لهمش علاقه خالص باي حاجه في الدنيا، تتعامل معاهم بنفس الطريقه اللي بطرس تعامل مع الاعرج بها. بطرس تعامل مع الاعرج ازاي؟ ما عادش يشوف الاعرج ده هو انت عنده خلفيه عن الكلام اللي هيقوله، هيقبل الكلام اللي هيقوله ولا مش هيقبله، مش عارف، لن يتعامل معه هكذا، لكن تعامل معاه بالحق اللي جواه. الرب يريدك ان تتعاملي مع الاشخاص الغير مسيحيين حتى بالحق اللي جواك وبسلطان حقيقي. ده اللي بيعمل معجزات حقيقيه في الشارع، انك تتقابل مع شخص هو مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. ولو انت بقى قلت للرب: يا رب مشيني في السكه دي واديني نفوس بهذه الطريقه دي، بقى صلاه الرب بيستجيب ليها. يعني كده، يعني ليه؟ الرب يريد ان يصل لكل شخص. الرب مش عايز بس يوصل لجيرانك المسيحيين والناس اللي انت تعرفهم، الرب يريد ان يصل لكل شخص. الرب شو قال؟ الرب لما كانوا بيجيبوا له بالزوفه كده علشان يشفي، عارفين في لما تقرا الاناجيل تلاقيهم 50 مره يقول لك قدموا لي جميع المرضى، فما كانش الرب بيقعد يفرزهم واحد واحد يقول ده يهودي ولا ده اممي ولا ده مش عارف ايه ولا ده، لا اصل ده هيفهم، لا اصل ده مش هيفهم، طب افرض ده صلينا له ما حصلش حاجه يروح يجدف علينا، طب افرض الرب ما عندوش هذا الذهن خالص. من يقدم الى الرب يشفى، من يقدم الى الرب يتعامل معاه. والرب يريد ان يطلقنا بهذه الجرأه وبهذه الحريه، ان وانت ماشي في الشارع بتتعامل مع اشخاص لا يعرفوا الرب ايا كانت خلفيتهم ايه، بس تحمل بكلمه نبويه من الرب لهؤلاء الاشخاص. يعني دائما تبقى مفتوح انه الرب يحملك بكلمه نبويه لهؤلاء الاشخاص، لانه الكلمه النبويه مهمه جدا جدا في حدوث المعجزه. امين. يعني ايه اللي بيخليك او ايه اللي ممكن يفتح لك ابواب مع اشخاص ما يعرفوش الرب لحدوث المعجزه؟ انه الرب يديك كلمه،
كلمة عن هذا الشخص يضع بداخلك انطباع نبوي عن هذا الشخص. يعني الموضوع مش عشوائي. انا نفسي اتاكد ان انتوا فاهمين. ارفع ايديكم عادي كده عشان اتاكد انهم صحيين وموجودين. الموضوع مش عشوائي يعني مش لا انت وانت نازل الصبح رايح الشغل او انت بتحط هذا الامر امام الرب يا رب قول لي انك هتستخدمني مع اللي انت عايزني. هذه الصلاه في وقت من الاوقات كانت بداخلي يا رب انا اريد انك تستخدمني مع اي شخص. اتذكر في مره الرب قاد احد المحادثات انه في نهايتها هذا الشخص يسمع رساله المسيح ويشتري كتاب مقدس ويقول انا هقرا كل يوم في هذا الكتاب المقدس فقط لانه المحادثه او الكلام بدا بالمرتدله. هو الرب هيفتح ازاي قنوات؟ الرب هيفتح قنوات عن طريق انه هيضع في مرات جواك انطباعات امور نبويه. هذه الامور بس يمكن الرب بينقش بيها اشخاص قدامك. هل ما زلت تؤمن ان الرب عايز يستخدمك عشان يجيب ناس للملكوت؟ هل ما زلت تؤمن بهذا؟ هل هذا ما زال شيء مشتعل بداخلك انه انا عايز اجيب ناس للرب؟ انا اريد ان اخدم الرب بكل قلبي. العبور من مستوى طبيعي الى مستوى فوق طبيعي اللي حدث في هذه القصة عند بطرس حدث بسبب انه الرب ساعد بطرس انه بطرس يتسع من الداخل للتعامل مع جميع الناس ولقبول جميع النوعيات. هل تريد ان الرب يستخدمك مع اشخاص كثيرين؟ لابد ان تتسع. ده انت ممكن تبقى قلبك ضيق او نفسك ضيقة تجاه الناس اللي انت بتخدم معاهم. كيف تريد ان يستخدمك الرب مع اشخاص ويجيب بيك ناس للملكوت واذا كنت انت مش عارف تقبل الناس اللي انت بتخدم معاهم؟ كم واحد صاحي؟ فقل له يا رب حط ايدك كده النهارده بداخلي. انا بصلي انه الروح القدس يجي يعمل فرز بداخلنا لافكار القلب ونياته زي ما كنا بنصلي في بدايه هذه العظه. ليه؟ عشان لو انت فعلا احشائك مغلقه تجاه اشخاص الرب بيقول لك هل تصلي لاجل امور فوق طبيعيه؟ اجابه الجميع ستكون نعم. والرب بيقول لك هذه الامور لكي تطلق في احد المفاتيح اسمه ان احشائك لا تكون مغلقه تجاه الاشخاص اللي انت بتخدم معاهم او تجاه اي شخص في الخارج. او احشائك غير مغلقه يعني مفتوح ان الرب يغير انطباعاتك في اي وقت من الاوقات عن اي اشخاص. احشائك غير مغلقه يعني مفتوح ان الرب يحط كلمه نبويه بداخلك لاجل اي شخص من الاشخاص. اعرف قصه كده بقالي وقت يعني ما افتكرتهاش بس تذكرتها دلوقتي. شخص كان دائما جواه كده انه الرب يستخدمه مع اشخاص ما يعرفهمش في الشارع او في المترو ومش عارف ايه وخطيبته هي اللي بتشهد عن هذه القصه. دي قصه حصلت من زمان او 15 سنه او اكثر. بتقول طلعنا المترو ومترو انفاق وقفنا وفي اثنين شباب كده واقفين قدامنا فراح خطيبها مايل عليها. هم دلوقتي متجوزين ومكلفينهم يعني بس في هذا الوقت يعني خطيبها مايل عليها قال لها الاثنين اللي واقفين دول الرب بيقول لي واحد اسمه كذا واحد اسمه كذا وواحد فيهم مش عارف بيعمل ايه واحد فيهم بيعمل ايه. فبتقول انا قلت خطيب الجنه. فقالت له طب انت ليه الرب بيقول لك كده؟ قال الرب بيقول لي كده عشان عايزني افتح كلام معاهم. بتقول تقدم لهؤلاء الاشخاص وقال لهم حضرتك اسمك فلان مظبوط؟ قال له مظبوط. حضرتك اسمك فلان مظبوط؟ قال له مظبوط. هو ده اسمه ايه بالمناسبه في الكتاب المقدس؟ كلام علم. دي احد مواهب روح القدس التسعه كلمات علم. عشان لو انت عايز اساس كتابي يعني هذه كلمات العلم. وتقدم لهؤلاء الاشخاص انت اسمك كذا انت اسمك كذا انت بتعمل كذا انت بتعمل كذا. بلموا قال له انت ازاي عرفتنا؟ قال لهم انا عرفتكم عشان الرب اللي انا جاي اكلمكم عنه هو اللي قال لي عشان اقول لكم اللي انا هقوله لكم. ففي 30 ثانيه كان ودانهم مطرطقه عشان يسمعوا اللي هو بيقوله. فاهمين؟ هذا هو الملكوت. تقول لي بس انا بعيد جدا عن المستوى ده. اقول لك المستوى ده بسيط جدا 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 جدا. زي ما الرب بيتكلمك في خلوتك عن امور بتخصك ينفع الرب يكلمك وانت في الشارع عن امور تخص الناس. لماذا؟ لان الرب يريد ان يصل الى النفوس. هل 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 انت لسه فاكر انه النفوس غاليه على الرهب؟ هل انت فاكر ده ولا انت بتتعامل معها تقول لي في الظروف اللي احنا فيها دي ده احنا ما بنصدق نبعد عن الناس وما بنصدق انه ما يبقاش فيه مش عارف اختلاط وما يبقاش فيه ايه ما حدش ضامن الدنيا. والرب بيقول لك رساله عكسيه تماما النهارده بيقول لك خليك مقبل روح واقترب الى اشخاص يمكن ما تعرفهمش بس بجرأة حقيقيه لان الرب يريد ان يستخدمك للخلاص من الاشخاص. مين يقول امين؟
مين عنده استعداد كده يقول يا رب املاني بالروح القدس، املاني يا رب بالروح القدس. مفتاح لتنتقل من الطبيعي للفوق طبيعي انه انت تتيح للرب انه يغيرك تجاه الناس، انه يغير افكارك تجاه الناس. اخد كمان قصه وكمان مفتاح كده في 3 دقائق لاجل الوقت. في اعمال الرسل اصحاح 8 وابدا على طول اني اشير على الامر الفوق طبيعي في لوبوس. هنا بقى في لوبوس في على 26 يقول ثم ان ملاك الرب كلم في لوبوس قائلا قم واذهب الى الجنوب، انتبه لهذه الكلمات، على الطريق المنحدره من اورشليم الى غزه التي هي بريه. فقام وذهب، واذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكه الحبشه كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء الى اورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرا النبي اشعياء. فقال الروح لفيلبس، وخلي بالك قياده الروح مركزيه في هذه النوعيه من التحركات التي احدثك عنها النهارده. انا مش ضايق، واضح قوي عندك. امين. قيادة الروح مركزية، لا أدعوك لتحركات عشوائية، ولا أدعوك لتحركات بالحماس الجسدي، ولا لا أدعوك لمثل هذه التحركات، أدعوك لتحركات مقادة الروح. أمين؟ مين يقول أمين؟ ارفع إيدك كده قول يا رب أنا عايز نوعية من التحركات، لا أريد أن أتحرك كده عشوائيا. بص هنا في لوبوس يتحرك تحت قيادة الروح. بس مش ده الدرس يعني عايز أخده من هنا. فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبه، فبادر اليه فيلبس وسمعه يقرا النبي اشعياء، فقال لعلك تفهم ما انت تقرا؟ فقال رد عليه كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ وطلب الى فيلبس ان يصعد ويجلس معه. واما فصل الكتاب الذي كان يقراه فكان هذا مثل شاة سيق الى الذبح، مثل خروف صامت امام الذي يجلس. كلنا عارفين بقى قصه فيلبس بدا يفسر ليه انه اللي بيقراه ده عن يسوع المسيح. وفي عدد 36 يقول كده وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال القصي هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما في الماء أو إلى الماء، فيلبس والقصي فعمدوا، ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره القصي ايضا وذهب في طريقه فرحا. واما في لوبوس فوجد في اشدود، وبينما هو مكتس كان يبشر جميع المدن حتى جاء الى القيصريه. هنا يوجد انتقال من الطبيعي الى الفوق طبيعي، مظبوط؟ في لوبوس هنا حصل له ايه؟ بعد ما عمد الراجل ده خطف روح الرب وذهب به الى مدينه اخرى. يعني في لوبوس لو عايز تتخيلها كده اختفى من هذه المدينه من القاهره وظهر مثلا في اسوان في بعدها بلحظه. هل هذا الامر فوق طبيعي ولا ده طبيعي؟ امين يعني ده طبيعي حتى زحمه المواصلات يعني. هذا امر فوق طبيعي بالتاكيد. ده ايه اللي حصل هنا؟ ده فيلبس انتقل بالجسد. ده حاجه شبه اللي حصلت مع اخنوخ. ده حاجه يعني معجزيه. الروح القدس فقط اللي يستطيع. فيلبس ده ماشي كده في الطبيعي على الارض، بس هو ماشي في الطبيعي فجاه وجد في الفوق طبيعي. ما هو المفتاح؟ في مفتاح، في مفاتيح كثيرة في هذه القصة، بس أريد أن أركز على مفتاح واحد. فيلبس لم يخضع للخجل الطبيعي ولا للخوف الطبيعي ولا لصغر النفس اللي يمنعه من أنه يروح يتكلم مع شخص ما يعرفهوش. عارفين الخجل الطبيعي اللي هو ما عملش كده ليه؟ ما تقول أنا الرب كان حاطط جوايا كلمة لشخص كده وبس أنا ما كنتش أعرفه فما رحتش. ما روحتش ليه؟ أسست لأحسن إيه؟ يكسفني. أشكرك جدا. سمعتوا الجملة دي قبل كده؟ أكسفت لأحسن يكسفني. أنت عارفين فيلبس هنا عمل إيه؟ يمكن تأملت معاكم قبل كده بس من منظور آخر يعني في هذه القصة. عارفين فيلبس عمل إيه هنا؟ فيلبس ماشي، ده راجل وزير، ده موكب وزير اللي كان ماشي في هذا الوقت، ما حدش يقرب له. ما فيش شخص يقترب لهذا الموكب. فيلبس بقى الرب قال له امشي جنب الموكب ده، فالموكب ماشي. ففيلبس قعد ماشي 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 يقرب من الراجل يقرب من الراجل، والراجل بيقرا حاطط الكتاب او في هذا الوقت كده حاجه بتبقى زي الجلد كده
يلفوه اه بالظبط كده. ففاتح بقى وبيقرا وبعدين يلاقي واحد بيقرب منه ما يعرفوش. ما هو خلي بالك الخصيه الحبشي لا يعرف فيلبس, يعني مش عارف الفلوبوس ده اه اللي هو في اعمال 8 اللي هيعمدني بعد شويه. ما الراجل عايش عادي يعني راكب عربيته وبيقرب بالنار, فاهمين؟ هو ده بالظبط. لو انت مش عارف تربطها بالنهارده فيلبوس يقترب اليه ويقرب كده, والراجل يمكن يبص له باستغراب فيلبوس بيبتسم مساء الخير والراجل انا خير. ففيلبوس يروح باصص على اللي هو بيقراه ويزداد في الجساره. اه يعني شايفين موقف عامل ازاي؟ انت يقول له انت بتقرا كويس يا انت فاهم انت بتقرا ايه؟ لو في الطبيعي حد عمل معاك كده النهارده وانت راكب عربيتك كده في الزحمه ماسك مش عارف الموبايل ولا مش عارف ايه وفاتح وبتقرا كده, لقيت واحد ماشي جنبك كده وخبط لك على الشباك, تعالى حضرتك بتقرا ايه؟ عارف انت بتقرا تعمل ايه؟ هتعمل ايه معاك؟ هل انت مدرك انه فيلبس ما كانش يعرف الخصيه الحبشي ولا الخصيه الحبشي يعرف فيلبس؟ ما يعرفوش بعض. بس فيلبس يتحرك بالروح وبيدوس بقى الخجل الطبيعي. في ناس تتعامل مع الخجل وكانه دي حاجه عاديه كده, ما هياش خطيه وما هياش ماشي, هي ما هياش خطيه. بس هل تعلم ان الخجل في مرات بيوقف عمل الرب من ان يصل الى النفوس؟ هل تعلم انه وانت في مرات عندك حاجات من الرب وخايف تفتح بقك وتقولها لحسن ما تطلعش كويسه, ما تطلعش شكلها ممسوح, ما الناس ما تعجبهمش, مش هل تعلم انك في مرات تغلق على اشخاص عمل الروح القدس بسبب خجلك هذا؟ نحتاج الى الروح القدس لكي يفكنا من الخجل. مين يقول امين؟ ارفع ايدك عليك ولا تخجل, قول يا رب فكني من الخجل في اسم يسوع, فكني من الخجل, فكني من اي صغر نفس يمنعني في مرات ان اقول اللي انت بتحطه جواي. الكنيسه الحيه المشتعله بالروح مش هي الكنيسه اللي فيها واعظ بيوعظ طول الوقت والناس بتسمعه طول الوقت, هي الكنيسه التي يضع فيها الرب في اشخاص في كل شخص فيها ترنيمه وشاهد كتابي وهللويا ومجدا وكل واحد بيخرج اللي عنده من الرب. فالكنيسه الحقيقيه بتظهر, هذه الكنيسه الحقيقيه. بس عشان ده يحصل محتاج حضرتك وانت قاعد على الدكه وحضرتك وانت قاعد على الدكه تبقى مفكوك من الخجل. امين. عندما تفك من الخجل ويلمسك روح الرب هتلاقي نفسك بتقول هاللويا بصوت عالي, او لك المجد يا رب بصوت عالي. ما ايه اللي يمنعك في مرات ان انت تقول كده؟ الخجل في مرات, صح ولا لا؟ تعرف حد كده ولا ايه؟ انا بحب احد كنائس نهضة القداسة لانه ظهر فيها جيل جديد, واحد كده في جيل شاب صغير يعني, بس هو وقت التسبيح يقول لك المجد زي بتاعت زمان بالظبط. يعني عارفين بتاعت زمان دي اللي هي عارفينها ولا ايه الاخبار؟ حقيقي شاب صغير يعني في الثلاثينات بس امتلأ بروح قدس وطرح الخجل وطرح التقليديه. هذه هي النهضه. النهضه هي ايه؟ ان روح القدس بيحط جوايا حاجات, بيبدا حركه معينه جوايا وانا بستجيب للروح القدس, فالنهضه بتحصل. كيف تحدث النهضه في بيتك؟ عندما يضع الروح القدس فيك امر معين وتبتدي انت بقى لا تغلق على هذا الامر لكن تطلقه في محضر الرب. تحصل نهضه في بيتك, تحصل نهضه في الكنيسه, تحصل نهضه في الاجتماع. كيف انتقل فيلبس من الطبيعي الى الفوق طبيعي؟ الموقف كله لو فيلبس خجل فيه ما ينفعش يعمل له عمل غير القدس, داس على الخجل, قال انا الروح بيقودني باسم الرب يسوع. عارفين ثابت القلب اللي بدانا بيها, ولا فارق مع فيلبس ايه اللي بيحصل حواليه, مين ده؟ ده وزير ولا غفير ولا انا رايح زي ما الروح قال. مش الروح قال لي رافق هذه المركبه, اروح امشي جنب المركبه دي, ولما اتم اللي الرب بيقوله لي هلاقي في استجابه الرب بيزرعها وبيضعها في الاشخاص. امين. اقرا معاكم شاهد ثالث سريعا, بس ده يمكن اقراه كده في اعمال الرسل 16 أكمل فيه دقيقتين عشان نصلي مع بعض. أعمال الرسل 16 وعدد 19 يقول كده, فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم. ده هنا بولس عمل إيه؟ طرد الروح الشرير اللي على العرافة. أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام,
وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان يناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. واللي مش عارفينه هم في هذا الوقت إن بولس وسيلة هم كمان إيه؟ معهم الجنسية الرومانية، بس الناس دي ما تعرفش الوقت ده. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصية. فوضعوا، خلي بالك عشان الترجمة الدقيقة بتاعت الأصل مش شبه العربي قوي، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة، هنا في الأصل جلدات. فهنا بولس وسيلة، وده هيبان بعد كده وإحنا بنقرأ، يعني تعالوا نتابع القراية. فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، أوصوا حافظ السجن أن يحرسوهما بضبط، وهو أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي، ضبط أرجلهما في المقترة. نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، المسجونون يسمعونهما، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ده هنا إيه اللي حصل؟ انتقال إلى الفوق طبيعي. يعني الطبيعي إيه؟ الطبيعي هما في السجن والمساجين في الزنزانة أو في، وهنا إيه اللي بيحصل؟ بيسبحوا، فإيه اللي بيحصل؟ كل حاجة بتتقلب. يعني شوف ده حرفياً زلزلة عظيمة تزعزعت أساسات السجن. السجن ده الحديد ده مثبت في حجارة، دي الأساسات، الحجارة دي بدأت تتزعزع والقضبان دي بدأت تقع. ده إيه اللي بيحصل هنا؟ الفوق طبيعي بيقتحم الطبيعي. هل تشتاق أن الفوق طبيعي بتاع الرب يقتحم الطبيعي في حياتك؟ يزلزل أمور في حياتي وفي حياتك باسم الرب يسوع. فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن رأى أبواب السجن مفتوحة، كلنا عارفين كان عايز يموت نفسه وكي لا أطيل عليك، أخذ من عدد 5، آسف، من عدد 32 يقول: وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من إيه بقى؟ الجراحات. يمكن دي اللي بتوضح لك الترجمة الأدق لضربات، وهقول لك ليه بركز على ده. واعتمد في الحال هو الذين له أجمعون وباقي القصة. ايه اللي عايز احط فوكس عليه؟ انه بولس وسيلة هنا غالبا ضربوا نوعين من الضرب، اتضربوا بالعصي زي ما شاهد بيقول بشكل مباشر، لكن كمان حصل لهم ايه؟ اتجلدوا. وعادة في هذا الوقت اللي بيتجلد فيه كده باكج للجلد، يعني ما مش يضربوه مثلا 8 جلدات ولا 39 بالظبط كده، ده هذا هو يعني الاستامبا. فشكل بولس اخذ له 39 جلدة زي الرب، فاهمين؟ و39 جلدة اللي يدرس في الوقت ده يعرف انه الجلد في الوقت ده كان بيخرم الجسم، يعني عشان كده يقول لك الجراحات اللي عندهم دول كانوا بايظين خالص. وبعد لما جلدوهم عملوا ايه؟ ضربوهم بالعصية، او العكس، يعني مش عارفين، يعني يكون ضربوهم بالعصية في الاول، يعني هيئوهم كده وبعدين جلدوهم، يعني هم ضربوهم وجلدوهم. فخلي بالك بقى الاثنين البني ادمين دول الاجسادهم مليانه بالجراحات، ويمكن في حاجات متكسره لانه في هذا الوقت ضربوهم بالعصايه. يعني ايه دي؟ مش عصايه كده زي بتاعه المدرسه، دي شومه، فاهمين؟ يعني حاجه ليها وزن، وتروح يقول لك الستاندر بتاع الضرب بالعصايه 3 ضربات، يعني 39 جلده 3 ضربات، يروح نازل دب يروح كسر ضلع، دب كسر الثاني، دب كسر كده، وبعدين 39 جلده. والاثنين البني ادمين اللي حاصل فيهم كده دول يقول لك الطبيعي جدا الصوت المعتاد في هذا الوقت في الـ في الـ في معرفش جامع زنزانه ايه، زنازين ولا زنازين ايه؟ الصوت المعتاد في الزنازين هو السرعه. بالظبط كده. ف يقول لك الصوت المعتاد في الزنازين هو ايه؟ هو صراخ الالم، لانه غالبا معظم المساجين بيحصل لهم كده قبل ما يدخلوا. فالوضع الوحيد اللي ما ينفعش المفروض يتحطوا عليه هم ان هم ينيموهم على ظهرهم. ليه؟ لانه الظهر ده بيبقى فهم هنا عملوا ايه؟ عشان يحطوا رجلهم في المقطره لازم يروحوا نايمينهم كده. احنا في الصور اللي بتوزع في مدارس الاحد بنشوفهم قاعدين ساندين على الحيطه ورجليهم قدامهم. غالبا هم ما كانوش كده، يعني غالبا ما كانش ده الوضع. ما فيش يعني اجتماع في المدرسين، بس غالبا هم كانوا نايمين على ظهرهم،
فالطبيعي هما نايمين على ظهرهم الجراح اللي في ظهرهم وهم رجلهم في المقطرة يبقوا بيصرخوا. دي حاجة غصب عن بني آدم يعني فاهمين يعني مش يعني دي مش حاجة هما يصرخوا عشان مثلا يلفتوا نظر الله. هما مش قادرين فعلا. عارفين لما حد يبقى متألم جدا. بص بقى عندما تقتحم وتخترق النعمة الكيان الإنساني وعندما يسمح بولس وسيلة لنعمة الرب إنها تشتغل جواهم في الأول فتعمل فيهم نعمة الرب فهم في هذا الوضع على الأرض إيه اللي بيحصل بقى؟ بدل ما يصرخوا بيعملوا إيه؟ يسبحان الله. بص جميلة هذه الآيات جدا. يقول لك ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة مش بيصرخها. احنا نقول ايه يا شوف بولس وسيلة مؤمنين ازاي وهم في السجن ورغم انهم مسجونين بيسبحوا وبيصلوا الله عليك يا بولس الله عليك يا سيدي. القصه مش كده خالص. ده مش قرار هم يعني هم حلوين كده قاعدين في السجن مستنينهم وبعدين قرروا يسبحوا. ده كانه في حاجه المفروض تخرج منهم اسمها صراخ والم و لانه ايه اللي بيثبت ده؟ الايه اللي انا جبتها لك في الاخر في عدد 33 يقول فأخذهما في تلك الساعة ده بعد لما كرزوا لي من الليل وغسلهما من ايه؟ الجراحة. يعني هو بولس وسيلة مش السكة كلها قعدوا يسبحوا هما على الأرض وبعدين اتهز الأساسات والبيبان اتفتحت فقرروا ان هما ما يهربوش. بولس وسيلة قرروا ان هما ما يهربوش وقعدوا مستنيين. وده بيقول لك أصلا ان بولس وسيلة كانوا مقاضين ان هما يدخلوا السجن في هذا الوقت لانه كان ينفع بولس يحط كده علامه غلط على كل القصه دي بمجرد وهم بيقبضوا عليه قبل ما يضربوه يقول لهم انا روماني. صح الموضوع خلص. هو سيلة بولس سيلة داخلين رومانيين بس ما بيقولوش لحد. لما تقرا بعديها بكام عدد يقول كده في عدد 37 قال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن ايه هو بولس انت لسه فاكر ان انتوا رجلان رومانيين دلوقتي ما قلتش فكره من شويه يقول أصل أنا ماشي ممتلئ بالنعمة وروح قدس بيقضني والروح قدس بيقول لي ادخل السجن ليه؟ أصل روح القدس شايف نفوس غالية شايف واحد اسمه سجان فيليبي وعيلته وبيته اللي هم أصل السجانين في الوقت ده زي عشناوي كده عندنا ما حدش عايز يتعامل معاهم وحد الروح القدس شايف هذه النفوس وعايزني أدخل السجن عشان ما فيش حد تاني بيعرف يوصل للسجانين دول فروح قدس قضني يا بولس. يعني انت يقول وانا لما اروح القدس بيقودني هو يضمن انه الالام الجسديه دي ولا كانها موجوده. ما التفسير ان بولس وسيله يسبحان رغم الجراح اللي في اجسادهم انهم امتلأوا بالنعمه. عندما تمتلئ انت بالنعمه الفوق طبيعي هيحصل بمنتهى السهوله. عندما تمتلئ بالنعمه برغم ظروفك الصعبه بس ارفع ايدك كده عشان تصلي هذه الصلاة معايا. عندما تمتلئ بالنعمة برغم ظروفك الصعبة الفوق طبيعي هيحصل في خدمتك الفوق طبيعي هيحصل في حياتك الفوق طبيعي هيحصل مع الناس اللي انت بتخدمهم. عندما تمتلئ بالنعمة في اليوم الطبيعي في وسط ظروفك اللي فيها يمكن ألم أو اللي فيها ضيق أو اللي فيها ضغط أو يا روح الله أنا بصلي تعالى بالنعمة على هذا الاجتماع في اسم يسوع. يلا كده وإحنا مغمضين عينينا نرفع قلوبنا قدام الرب ونطلب اطلب من الرب اطلب من الرب قوة لأجل هزيمة الخجل اطلب من الرب قوة لأجل هزيمة الطبيعي. هنا بولس وسيلة لم يستسلم للطبيعي لكن امتلأ بقوة ونعمة من عند الرب. اطلب من الرب أن تمتلئ بقوة لهزيمة الانطباعات اللي العدو بيحطها جواك في مرات عن اشخاص. اطلب من الرب القوة. هذا اقتحام. قالوا نقف مع بعض من الوقت محتر الله. واحنا بنخدم هذا الاجتماع. ويلا نرفع دينا قبل ما نطلب من الرب القوة. نطلب من الرب قوة لأجل هزيمة الطبيعة. نطلب من الرب قوة الآن.
يلا كده بتضحى ايمانك يا رب الان، قول له كده امسي صلي كلمات حقيقيه في هذا الوقت، قول له يا رب انا بخجل في مرات كتير، قول له يا رب انا بخجل في مرات كتير، صلي كده في هذه اللحظه، قول له يا رب انا عايز اقوى على هذا الخجل. يا رب لما بتوجع مش بعرف اتوقع نعمه، بس انا مفتوح امامك في هذه اللحظات لاستقبال نعمه، اطلبي من الرب كده، يا رب انا مفتوح امامك في هذه اللحظات لاستقبال نعمه جديده لهزيمه الخجل ولهزيمه الوجع في مرات كثيره. هنا بولس وسيله لو بيتحسوا في الوجع ما كانوش عرفوا يخدم الرب في هذه الحادثة. أنا نفسي غمض عينك عشان تنتبه للرب، وغمض عينك عشان تنتبه للرب. موسيقى ممسوحة يطلقك الرب فيها، هللويا، صار ترنيمات من عند الرب، نعم هللويا. ارفع ايدك كده عالي في هذه اللحظات، استقبل من الرب، نعم الرب هنا في المكان ليفوق اشخاص باسم الرب يسوع، هللويا.
ماشي.